السلام عليكم متابعي ومتابعات حساب النادي السعودي في ملبورن، تحية من ألمانيا، نقول لكم بتوقيتكم غوتن آبند، مساء الخير. أما بتوقيتنا نقول لكم غوتن موغن أوس برلين، صباح الخير من برلين. معاكم أختكم أفنان راجح، طبيبة مبتعثة لإكمال الزمالة الطبية في ألمانيا. ببداية هذا العام أكملت بفضل الله تعالى سنتين في ألمانيا، خلصت فيها مرحلة اللغة الألمانية وبدأت العمل في مستشفى الشاريتيه كطبيب مساعد في تخصص جراحة. وخلال هذه السنتين كان أجمل شيء وأكثر شيء لاحظته هو أنه كيف الابتعاث فرصة لنا كمبتعثين للتغيير. ما حتكلم عن موضوع كيف أنه فرصة أنك تتعرف على صداقات جديدة وتخالط ناس جدد وتكتسب عادات جديدة أو أنك تتعلم حاجة عن ثقافات مختلفة، لكن أبغى أركز على موضوع التغيير. فكرة أنه الواحد يغير تفكيره أو يغير الطريقة اللي يتعامل بها مع الناس بالعادة ما هي سهلة، وخاصة لو كان الشخص متواجد في نفس البيئة والأشخاص المحيطين به ما بيتغيروا لفترة طويلة. لو حاول أنه يغير حاجة بسيطة سواء في تفكيره أو في مظهره أو أي شيء، بالعادة موضوع التغيير في نفس البيئة يكون صعب، لكن لما تطلع للابتعاد أنت عندك فرصة ذهبية أنك تجرب أشياء جديدة زي ما بدك، وهو أسهل بكثير لأنه الناس اللي أنت بتخالطهم وبتتعرف عليهم أصلا ما يعرفوك، فهذه فرصة أنه أتصف بصفة جديدة. على سبيل المثال الشخص اللي دائما يكون خجول ودائما يقول أيوة ونعم وما يناقش يوصل لمرحلة أنه إلى متى أبغى أتكلم، هذه الآن فرصتك في وسط الناس الجدد اللي ما يعرفوك أنك تتقمص شخصية جديدة. افتح موضوع للنقاش، قول لأ، ارجع بالزمن لورا أو اتذكر شخصية كانت جدا تعجبك، إيش الصفة اللي تعجبك في هذه الشخصية وما كنت قادر تسويها، الآن دورك جربها وشوف كيف تقبل. متأكدة أنه مو كل شيء جديد حتجربه حيكون مناسب، إذا ديك الساعة ترجع لنفسك وتراجع إيش الأشياء اللي أبغاها تستمر معها الأشياء اللي طبعا ما نختلف أنه فكرة الابتعاث وأنك تيجي لوحدك وتعتمد على نفسك أو أنك تشيل مسؤولية عيلة جديدة معك شئت أم أبيت حتغيرك، لكن جربه لمن يكون التغيير نابع من قرار ذاتي مو مفروض علي. أنا من زمان هذه الصفة نفسي أكتسبها، من زمان هذه الصفة اللي فيها أبغى أغيرها. هذا الشيء اللي حيساعدك انك ترسم ملامح شخصيتك اللي تبغى تكون عليها اليوم وبكره ولما ترجع ان شاء الله. استمتعوا بالتجربه، ما راح اطول عليكم اكثر، متاكده ان الحين جاء وقت نومكم وانا الحين لسه عدو بابات يوم الاحد عندي فرايحه اكسبه قبل دوام بكره ان شاء الله. شكرا لحساب النادي السعودي في ملبورن على هذه الاستضافه، تشرفت بكم جميعا. بكذا نقول هذا كان كل شيء لليوم. داس فا الاسفر هايتر تشيس.